وعليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة الواحد فرح جدا لتونس فعلا إنها فازت على فرنسا. فرنسا حاملت لقب النسخة الماضية. تعال مع بعض نشوف ماذا قال طارق دياب بسبب فوز المنتخب التونسي على المنتخب الفرنسي. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكرا على كل من يدعمني بهذه القناة. يلا مع بعض نشوف ماذا قال. توالي مبروك الانتصار لتونس وهارد لك في نفس الوقت، لأنه في النهاية المنتخب الأسترالي فاز على المنتخب الدنماركي، وطبعا المنتخب التونسي يخرج بفضل هذه المباراة من كأس العالم رأس مرفوع. والله مباراة ممتازة، فاز جدا على مرفوع الرأس، يعني كل ما فرنسا يجب القيام به في هذه المباراة قام به وعمل اللي عليه. صحيح، مباراة كبيرة بصراحة. أولا طريقة اللعب ممتازة، ما تأخرش إلى الخلف، باغت المنتخب الفرنسي، ضغط على المنتخب الفرنسي، أربك المنتخب الفرنسي. الخزري قدم مباراة كبيرة حتى في الشوط الأول، لعب إمكانيات كبيرة، سجل هدف ممتاز، مو سهل الهدف اللي سجله الخزري. عيدوني واللاعبين كل بصراحة، خصوصا كشريد على الجهة اليمنى، علي معلول على الجهة اليسرى مع محور الدفاع، ولهذا فوز مستحق للمنتخب التونسي. هي خيبة أمل المنتخب الفرنسي. كثيرة كذلك. أنا أظن بأننا رأينا على صعيد فني اللاعبون الذين دخلوا إلى الفريق لم يكونوا ربما في مستوى الأساسيين، وأضاعوا فرصة جيدة اليوم لإثبات أنفسهم، لكن أولا نهنئ المنتخب التونسي. هذا يبرز خلال 3 أيام كيف يمكن أن تتغير الحالات، الحياة للاعبي كرة قدم منذ 3 أيام، الانتقاد من كل الناحية، اليوم إنجاز تاريخي، وهزموا بطل العالم بأسلوب، بذكاء كروي، بروح فريق. تهانينا للمنتخب التونسي على هذه المباراة، وحزين جدا أن يغادروا المنافسة بهذه الطريقة، ولكن هذا لا يحسن المستوى اليوم. دكتور مبروك وهارد لك في نفس الوقت. طبعا مبروك لنا جميعا فوز المنتخب التونسي، وهارد لك لنا ايضا على عدم تاهل المنتخب التونسي. ولكن وان رحل عن مونديال قطر، رحل مرفوع الراس. نعم، مرفوع الراس، فوز كبير وعريض على بطل النسخه السابقه، بطل كاس العالم. ليس بمشكله منتخب تونس ان ديشو لم يدفع بالتشكيله الاساسيه. منتخب تونس واجه منتخب فرنسا بغض النظر من لعب، من راحة، من بدل، من عمل إراحة اللاعبين، هذا شيء لا يعني المنتخب التونسي الفوز. الأحداث التي حصلت، هشام قبل المباراة تكلمت عن نقطة مهمة جدا، تكلمت أن هذه المباريات تحتاج إلى أن تلعب بقلبك قبل أن تلعب بعقلك. اليوم المنتخب التونسي لعب بقلبه، بكل ما يمتلك من روح وثبات وأيضا عزيمة لتحقيق الانتصار. لكن هذا الشيء بكل تأكيد يفرح فيه المنتخب التونسي، ولكن هناك يجب مراجعة حسابات المنتخب. سنتحدث أكثر عن هذه المباراة بعد قليل. طبعا أكثر لقاءات، ردود الأفعال، هذا الترتيب النهائي. طبعا فرنسا في الصدارة 6 نقاط، أستراليا ب6 نقاط أيضا، لكن الأهداف المدفوعة والمقبولة لصالح المنتخب الفرنسي. تونس مع الأسف في المركز الثالث، الدنمارك في المركز الأول، وهذا هو الترتيب. هذه هي كرة القدم، يعني أعيد وأقول أن المنتخب التونسي قام بما يجب القيام به اليوم. الانتصار هو انتصار رائع وانتصار ممتاز. أعيد وأكرر وأقول مبروك لتونس بهذا الانتصار. هارد لك، في النهاية منتخب تونس ينهي المشوار بفوز على بطل العالم، وبفوز على بطل العالم ويخرج من كأس العالم الرأس مرفوع، مرفوع جدا في هذه الكأس، كأس العالم فيفا قطر 2022. كان بإمكان، لكن بعد تدخل فيها حسابات إلى غير ذلك، فتعقدت الأمور من مباراة أستراليا. يعني منتخب تونس لو تعادل مع أستراليا، فاز اليوم على فرنسا، كان يكون مع فرنسا في الدور
مباراتين. ماشي دوماج باغسو سي اون ايكيب هذا من سوء الحظ لانه فعلا منتخب لديه رده فعل قويه على صعيد الذهني بعد الانتقادات الذي التي رايناها واليوم ردوا الفعل واجابوا على المنتخب هذا يثبت القوه الذهنيه في سوء حظهم اليوم كان هناك مفاجاتين اولا فوز تونس على فرنسا والثانيه هي المنتخب الاسترالي هزم الدنمارك وهذا لسوء حظ المنتخب التونسي في مباراه اليوم لكن اريد ان اقدم تحيه لوابي الخزري لأنه لاعب ماهر هذا لاعب موهوب للغاية واليوم انتظرناه سجل الهدف المطلوب إذا تهانينا لهذا اللاعب ولكل اللاعبين التونسيين لا أرى أي لاعب تونسي اليوم لم يقدم كل ما لديه لما تلعب بثلاثة ولا ضد أستراليا بصراحة اليوم أفضل لاعبين شكون كشريدة والخزري اللي ما لعبوه ضد أستراليا لما تلعب بثلاثة مدافعين مفروض تلعب بكشريدة واللعب معلول والخزري اليوم شاهدناه اللعب هذا يقدم مباراة كبيرة حتى لو بقى ممكن كنا نسجل الهدف الثاني لأنه اليوم لعب دور كبير تعب المدافعين في وسن يخرج مدافعين ما يتبعوش شاهدنا في الهدف كان متشوف الهدف اللي سجله خزري في الكرة هذه افتكاك الكرة العيدوني وسخيري قام مباراة كبيرة لكن اللي عجبني كثير كشريدة بصراحة الشجاعة متاعه والجرأة متاعه على الجهة اليمنى هذا هو لما تلعب بثلاثة لازم عندك أطراف جيدين ما تلعبش بلاعبين إمكانياتهم محدودة اليوم لعب بالتشكيلة ما نقولوش المثالية لكن ممكن أحسن تشكيلة وأحسن مباراة التشكيلة اللي لازم تكون المفروض تكون يعني هو ضد أستراليا ما لعبش بالتشكيلة هذه وهذا خلينا خسرنا 1-0 لكن الخزري توجه الخزري عطاء أمريكا لكن أنا بالنسبة لنا كشريدة اليوم كشريدة كل رجل مباراة لأنه يعني أولا اللياقة البدنية نتاعو العالية فنيا لاعب ممتاز إمكانيات كبيرة وتعب كامافينجا على الجهة اليسرى اللاعب اللي لعب في ريال مدريد والجرأة نتاعو والشخصية نتاعو حتى معلول على الجهة اليسرى قدم مباراة جيد لكن العيدوني وسخيري العيدوني وسخيري كانوا ست منيع لأن اليوم ما لقاش العمق المنتخب الفرنسي ما لقاش راس الحرب ما لقاش لأنه العيدوني وسخيري يوجهوا في المنتخب الفرنسي باش يلعب على الأطراف ويكون بطيء لأنه المنتخب الفرنسي كان بطيء جدا يتواجد سخيري والعمدوني مباراة كبيرة برافو المنتخب التونسي دكتور طبعا نكرر المباركة لنا جميعا وللمنتخب التونسي وأيضا للشعب التونسي وهارد لك للتأهل يعني لكن هو الأفضل خروج قد يكون على الأقل ينسي الجماهير وينسي المتابعين المباراتين التي حصلت تحديدا مباراة أستراليا منتخب لعب مباراة كبيرة اليوم لعب بالفكر الواحد الفكر الواحد هو الفوز وليس فقط الفوز والتعادل العمل على هذه الأمور اليوم قدم مباراة كبيرة جدا سواء تسجيل هدف عن طريق وهبي وأيضا الجانب الدفاعي التنظيمي اللي عمل المنتخب وحافظ تقريبا شوط كامل على الهدف وهذا أمام منتخب مثل منتخب فرنسا وللعلم ديشان أخذ إجراءات وأجرى التغييرات ودفع تقريبا باللاعبين الأساسيين لكن في ظل التنظيم الدفاعي الجيد وأيضا الانضباط الدفاعي استطاع المنتخب التونسي أن يصل إلى الفوز ويحقق النتيجة الإيجابية. تقبل هدف واحد في هذا جيد جدا لازم الجمهور التونسي لازم معناتها اكيد هذا حاجه مشاكلنا في ورد استراليا هي لما تكون عند الكره وفصل وسط الميدان والنجوم.